بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعلن عن تشكيل المجلس التأسيسي لتوحيد ألوية وكتائب مجاهدي الرقة، ويضم المجلس الألوية والكتائب التالية: لواء ثوار الرقة، لواء أحفاد الرسول، لواء المنتصر بالله، جبهة الوحدة والتحرير، كتائب حذيفة بن اليمان، كتيبة المهام الخاصة، لواء أمناء الرقة، أمن الثورة. وقد تم الاتفاق على البنود التالية: أولا قطار الفرقة 17 واللواء 93 والمطار، ثم الجهاد خارج المحافظة. ثانيا تشكيل هيئة شرعية بالتوافق على أن يكون مهمتها رقابية وليست جزائية. ثالثا تشكيل محكمة عسكرية مستقلة عن الهيئة. رابعا يترك القضاء العادي ليمارس اختصاصه وفق ما يقتضيه الشرع الإسلامي. خامسا ندعو لتشكيل مجلس محافظة منتخب. سادسا تنظيم الحياة المعيشية للمدنيين. سابعا عودة المؤسسات إلى عملها السابق لتسيير أمور المواطنين بشكل صحيح. ثامنا عدم اعتقال أو جلب أي شخص إلا بموجب ورقة مختومة وموقعة من الهيئة الشرعية. تاسعا خروج الكتائب والألوية المسلحة الغير مرابطة عند الفرقة من داخل المحافظة. والسلام عليكم ورحمة الله.